السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا الركراكي وين تصريحات أخرى، يعني وين يعود إلى مباراة إسبانيا، وين قالوا إسبانيا أفضل منتخب لعبنا ضده، لولا إقصائنا لإسبانيا لكان إسبانيا يعني هو الذي كان يفوز بكأس العالم. وصح على بالك بلي منتخب أسود الأطلس المغرب وين أقوى منتخب وهو إسبانيا، أقوى منتخب. لو كان إسبانيا فازت كانت غادي تروح فينال. أقوى منتخب يعني الدور الثاني صعيب. احنا شاهدنا بزاف دي زيكيب منتخبات يعني وين تلقى صعوبات يعني في الدور الثاني، وين تلقى صعوبات في الدور الثاني. عرفت شوف كيفاش كاين بزاف منتخبات تلقاو صعوبات في الدور الثاني. احنا 2014 احنا بالك ربحنا كي يسموها ربحنا الالمان كنا غادي نوصلوا فينال، بالك نوصلوا فينال. ربحنا الالمان كنا نوصلوا فينال. خارج فرنسا كنا غادي ندقدقوها ونزيدو البرازيل كان كي والو كنا غادي نفوزو عليه، ما نفوزوش عليه بسبعه بصح كنا غادي نفوزو عليه بهدفين لهدف او هدفين لسب كنا نفوزو. المهم حنايا صرا اللي صرا، المنتخب المغربي وين يحطم كل الارقام، يعني حطم كل الارقام، يعني وين صعب المأمورية على منتخبات عربية وافريقية. ضروك لازم لك العمل باش توصل. حنا قبل رسالة بركش تانا الناس اللي هنا بزاف راهم منا 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 منا، حنا الله يرحم شوابين، المغرب ما جاوش، المغرب ما غاديش يصايك، ما جاوش يصايك نورمال، مش حاجة برك، يعني صايك، حنا راه عندنا عرس، حنا راك تكتب على المغرب، ها المغرب راهم يشوفوا فينا، ها المغرب، عندي خليه دير عرسك وخلي، المغرب لو كان الهوا مع الناس ما يوصلوش دومي فينال. حنا لازم نلهاو مع روحنا، حنا كجزائريين نلهاو مع روحنا، ما نسمعوش ناس تاع فيتنا ولا نسمعو، صحيح نسمعو المغرب ما جاوش، يبقاو خاوتنا، الشعب يبقى خاوتنا، يبقاو ناس خاوتنا، يعني ما عندنا حتى مشكل معاهم، يعني أنا واحد من الناس كنت باغي المغرب يجو، ما جاوش، هذيك الله كيما يقول لك قدر الله ما شاء، ما جاوش، كاين أمور، بالك خيرة، بالك خيرة، بالك طيارة كانت غادي تصرى لها حاجة، بالك والله العظيم بالك خيرة. شوف الناس تقارع تدقيق تالي عاود يروحوا يعاود يقولوا والله لا خيره، بالك امور كان غادي يصراو، يعني طائره ولا شتا كاين ولا تصرا كاع حاجه وحده اخرى كاع، يقول لك يا دامتنا حنا كوغي ما قلعناش، بالك خيره. حنا نشوفوا فيها يعني مش مليون من نوم، بالك هي بالك خيره، لازم نعاودوا نولوا لربي. تأخيرة هذه يعني وهذا صوالح ربي، ما هذا ربي بالتالي اخويا. احنا ما نتنمروا، انا واحد من الناس ما نتنمر على المغرب، ما نعايرهم ما يعايرونا، ونتمنى ان شاء الله بربي احنا كجزائر نلهاو في صوالحنا، والمغرب فانيك عندهم تنظيم كاس العالم للانديه فانيك يلهاو، يعني وبركاونا من هذا الفتنه هذه. راه هذاك واحد مغربي الياس يعني والو يوتيوبر والله كسر خيره، والله يهدر هدره شابه كاع، والله يهدر هدره شابه. هذه هي وين عاودوا نولوا ونتكلموا على المنتخب المغربي، وين المدرب المغرب وليد الركراكي يصرح إسبانيا أفضل منتخب لعبنا ضده في كأس العالم، ولو لم نقم بإقصائهم لكان بإمكانهم الوصول إلى النهائي. صح صح صح. ويتحدث الناخب المنتخب أسود الأطلس المغرب وليد الركراكي عن التجربة المميزة للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، والتي بصم خلالها على أداء رائع ونتائج كبيرة، من بينهم الفوز التاريخي على المنتخب الإسباني في الدور 16 للمسابقات. وقال الركراكي في مقابلة مع صاحبة ليكيب الفرنسية، إسبانيا أفضل منتخب لعبنا ضده في كأس العالم، ولو لم نقم بإقصائهم لكان بإمكانهم الوصول إلى النهائي. وتابع ربما كان ينقصهم مهاجم لكنهم يلعبون بطريقة يعني جميلة في يعني أمننا في المباراة عكس باقي المنتخبات.
ثم اختتم حديثه قائلا: يلعب العديد من لاعبي المنتخب المغرب في إسبانيا، كنا نعلم أننا سنعاني في مواجهتهم وأنه لا يمكننا المرور إلا للربع النهائي إلا عبر يعني ثقب الفئران باب ضيق. شو كيفاش يعني كيما يقول لك بروتوشات صغار برك، بروتوشات صغار برك على الأمكان، يعني خاصة وين المباراة كذلك كانت قوية. أنا المباراة اللي عجبتني تاع المغرب كاع الدورة اللي فاتت، الدورة كاع عجبني المباراة تاع أمام البرتغال. ودي حية كبيرة كاع، خلينا من لي بيناتي تاع مع إسبانيا، تاع المباراة الشابة اللي عجبتني يعني تحس باللي حرب، تحس باللي حرب. سورتو ديك 20 مينيت، ديك 15 دقيقة التالية تاع ميزان، دخل كريستيانو زي يا ودي الناس ولا مقطعة قتلة ولا تصطاد ولا حبي. على يقولوا بلي ودي اليوم وين المنتخب يعني يعني بالعمل الكبير يعني وين قاموا وين قاموا بمفاجأة الجميع، يعني وين خاصة بعد وين شاهدنا وين المدرب الناخب الوطني المنتخب المغربي وين يعني وين ضمن 5 مرشحين لجائزة أفضل مدربين في العالم اللي غادي يعلنوا على الجوائز يعني يوم 27 فبراير المقبل. يكون أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل يعني مدربين في العالم. شوف راه مع 5 الوالا مرشحين 5، انا واحد المدرب حوست عليه في 100 قلت ما كان سيبوه 99 98 ما كانش. وينافسه كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد، بيب غوارديولا مدرب الفني لمانشستر سيتي، سكالوني مدرب الارجنتيني، وديدي ديشون مدرب منتخب فرنسا. واوضحت فيفا ان الفتره التي ستؤخذ في الاعتبار لمنح جوائز يعني من 8 ديسمبر 2021 حتى 18 ديسمبر 2022، سنة والركراكي في هذو يعني وين فاني كذلك وين قام بعمل كبير دا مع الأخرى، دا مع كيسموها مع الوداد، ودا مع وصل دومي فينال إنجاز. الركراكي وضع نفسه بين أفضل يعني بإنجاز غير مسبوق، حيث قاد المنتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم وحصوله على المركز الرابع بالبطولة، وكذلك مع الوداد. أنشيلوتي قاد فريق ريال مدريد للتتويج بالدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس سوبر الأوروبي. والإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حصل مع فريقه على لقب الدوري الإنجليزي، فيما قاد المدرب المنتخب الأرجنتين لقب يعني فوز بلقب كأس العالم في قطر. وديشو كذلك تواجده في النهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. المهم أنا ماذا بيا يديها واحد عربي، هذه أنا ماذا بيا يكراسي بلومي واحد عربي وهو الركراكي، ما أكذبش عليكم، ماذا بيا إيجاز هذا يديها واحد واحد عربي مسلم يديها، ما أكذبش عليكم. كيما خويا ماذا بينا خويا امور هذه اللي نتمناوها ان شاء الله، وين خاصة وين دائما وين خاطش على هذه تحل بيبان. كان يقول لك انت كيف تقول كيما كي ودي خليها. شوف اول منتخب في شمال افريقيا دا كاس افريقيا هو المغرب، اول منتخب في العرب وفي افريقيا فات للدور الثاني هو المغرب، اول منتخب وصل دومي فينال هو المغرب. يعني المغرب يعني يحل باب المنافسه. دمر خويا عاري وعي قدامك دمر، حنا كنا نحلموا غير بالدور الثاني، اليوم رانا دروك لازم نطلعوا البارام علينا حنا كجزائريين، نطلعوا البارام ما نبقاوش نطلعوا لازم تطلع البارام، لازم تروح بعيد خويا، هذه اللي نقولها لك، لازم تروح بعيد. دروك البارام تاعك هي برونزيه او فضيه ولا توصل بمي فينال، ما تلقى بدون بكاء، ما تبكي ما تضحك على الغاشي، هذه هي اخويا. ما تنساوش عطونا جيم
كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خالتي. صحيت وحمال ليكم.